غموض الوضوح هو اللي ممكن نسمي فيه أسلوبه في الإخراج. ستانلي كوبريك المخرج العظيم كان دايماً في أفلامه لازم يقول شيء مهم ويناقش قضايا بتهم الناس، مع اعتماده طبعاً على وسائل جمالية في العمل الفني، وهي الرمزية العالية اللي بتخلي المشاهد يشغل عقله ويبحث عن تفسيرات لرموز كوبريك. وهي مسألة بالتأكيد بتساهم في الارتقاء بالسينما وبذائقة المتلقي. ستانلي كوبريك اللي حاز خلال مسيرته الفنية على جائزتين أوسكار وبافتا، انولد في نيويورك يوم 26 يوليو 28 وتوفى يوم 7 مارس 99 خلال وضع اللمسات الأخيرة للمونتاج لفيلمه الأخير عيون مغلقة باتساع. كوبريك كان مخرج ومنتج ومصور سينمائي ومونيتير، وبيعتبره كثير من النقاد واحد من أعظم صناع الأفلام في التاريخ. أفلامه مستوحاة عادة من روايات أو قصص قصيرة، وبيميزها التصوير السينمائي الفريد والانتباه للتفاصيل لتحقيق الواقعية، واستخدام الموسيقى المثيرة أيضا للعاطفة. أفلام كوبريك شملت أنواع متعددة، منها الحربية والجريمة والرومانسية والكوميديا السوداء والرعب والملحمي والخيالي. وكان معروف عن كوبريك أنه بيتحرى الكمال في أفلامه. أفلامه السينمائية تعتبر قليلة قياساً بغيره من المخرجين في عصره، يعني بمجموع 13 فيلم، لكن تأثيرها كان كبير جداً، بحيث إنها بتعتبر كلها من أهم كلاسيكيات السينما، إضافة لأنه أثر على أسلوب كثير من المخرجين الكبار مثل وودي ألن ومارتن سكورسيزي وميل بروكس وسبايك لي. كوبريك ما كان بيخاف من إظهار الجوانب القبيحة للطبقة اللي بتتحكم بالسلطة في أمريكا وعيوب الجيش الأمريكي وأخطار الرأسمالية. خرج من أمريكا عام 64 لما صنع فيلم دكتور سترينج لاف، أو كيف تعلمت أن أوقف الخوف وأحب القنبلة، من بطولة بيتر سيلرز الراحل الكبير، عن خطر السلاح النووي. وبعدها ما رجع كوبريك لأمريكا نهائيا، وعاش كل حياته في بريطانيا في عزلة اختيارية. في آخر أفلام ستانلي كوبريك اللي كان حمل عنوان عيون مغلقة باتساع Eyes Wide Shut سنة 99، بيتصارع البطل الطبيب ويليام هارتفورد اللي لعب توم كروز دوره مع كل الأحداث والأفكار المحيطة فيه، وما بيعرف شو هو الحقيقي من غير الحقيقي. كوبريك اختار في هالفيلم أنه يفضح الماسونية، ومن المفارقات الغريبة أنه ستانلي كوبريك توفى قبل 6 أيام من عرض نسخة تجريبية من الفيلم، مما أثار الكثير من التكهنات والتفسيرات اللي بتقول أنه الأيادي الخفية للماسونية هي اللي تسببت في موته وتغيير بعض أحداث الفيلم. قال عنه أحد أساتذته في الثانوية أنه كان مولع بالأدب، وأنه كان رجل أدب رغم صغر سنه، وهذا بفسر العبقرية اللي حول فيها كوبريك الروايات إلى أفلام بإبداع كبير. وإخراجه أفلام ذات أبعاد نفسية معقدة بتعتمد على شخصيات مركبة. عند كوبريك لا مجال للشخصيات السطحية أو البسيطة، وهي جرأة كلفت انتقادات كثيرة في بعض أفلامه. في فيلم دروب المجد سنة 57 حطم كوبريك قداسة السلطة في معمعان الحرب، وكان الفيلم قطعة فنية بامتياز. الفيلم بيروي قصة هجوم مجموعة من الجنود الفرنسيين على كتيبة جنود ألمان، وهذا الهجوم بيعرض حياة الجنود للخطر بدون فايدة، عشان هيك بيتمردوا على أوامر قادتهم. وكانت رسالة الفيلم أو رسالة كوبريك من الفيلم إنه الأمر والنهي حتى لو جاي من فوق، فإرادة الشخص ممكن تكسر قداسة الأمر. ستانلي كوبريك معروف عنه أنه مخرج بيصور بقدرات عجيبة الشر الكامن في النفس البشرية. بيصور الشر من ناحية بس ما بيقدمه على أساس أنه شر مطلق، فهو بيشوفه توليفة أزلية في داخل الإنسان. من أعمال كوبريك الخالدة
فيلم سبارتاكوس، العبد اللي ثار على الحياة غير الآدمية اللي كان بيعيشها العبيد في ظل الإمبراطورية الرومانية، وقاد ثورة العبيد الثالثة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية. وفيلم دكتور سترينج لاف، وفيلم أوديسا الفضاء 2001، وفيلم البرتقالي الآلية، وفيلم باري لندن، وفيلم البريق اللي مثله جاك نيكلسون، وفيلم فول ميتال جاكيت اللي هي خزنة مليئة بالرصاص اللي اقتبسوا من رواية سيرة ذاتية بعنوان أوقات قصيرة كتبها الجندي السابق في الجيش الأمريكي جوستاف هاسفورد. وآخر أفلامه كان عيون مغلقة باتساع عن رواية قصة حلم للكاتب النمساوي آرثر شنيتزلر. عندما يفقد الإنسان قدرته على الاختيار يفقد إنسانيته. هاي المقولة بتلخص نهج حياة كوبريك اللي حافظ دائما على قدرته على الاختيار.